بالنسبة للريسبيراتوري سيستم، وي ديفايدد ذا ريسبيراتوري سيستم انتو ابر ريسبيراتوري اند لور ريسبيراتوري. الابر ريسبيراتوري متكون من النوز اند نيزال كافيتي تريك لارينكس اند الفارينكس، هذوما هما البارتس اوف ذا ابر ريسبيراتوري. اللور ريسبيراتوري سيستم متكون من التريكيا التو برونكاي والبرانش اللي هي البرونكيال تري اند تو لانكس، هذوما هما البارتس اوف ذا لور. سو ذا ابر از النوز، فارينكس لارينكس، اللور تريكيا two bronchi and lungs. بالنسبة لجزئية بتاعت النوز والفارنكس and larynx، النوز متكون من external nose and nasal cavity. external nose هو الكارتج، الجزء الخارجي تشوفوا فيه، وجوا منه عندنا cavity يسمى nasal cavity which is divided into part by nasal septum، يعني فيها nasal septum divided it into right side و left side. the nose very important part من respiratory systems، هو وظيفته اللي هي الأساسية filtrations للinspired air and gives it the proper temperatures and humidity. يجيني بعد الجزء الثاني اللي هو جزء which is called pharynx. الpharynx هذا يعتبر جزء مشترك ما بين GIT systems and respiratory system. It is a tube started from the base of the skull till the lower border of cervical vertebra رقم 6 or to the end of the cricoid cartilage. نفس الشيء لو قلنا lower border of cervical vertebra number 6 هو لو قلنا cricoid cartilage it is the same. تمام؟ التيوب هذا closed posteriorly and open anteriorly. عنده connections مع النوز والجزء اللي behind the nose which is called nasopharynx. الجزء اللي behind the oral cavity يسمى oropharynx، والجزء اللي behind the larynx يسمى laryngeopharynx. الـ inspired air من ضمن الـ airway passage انه هو بعد ما يفوت على النوز ويصير لعملية الفلتريشنز وياخذ الهوميديتي والتمبريتشرز حيمشي within the pharynx. تمام؟ وبعدين حيخش من laryngeal inlet عن طريق اللارنكس وحيخش للـ airway، حيخش منها للتريكيا. بالنسبة لللارنكس، اللارنكس هنا بين علينا جزء منه عبارة عن مجموعة من الكارتليج started at the level of the C3 او ينتهي على الليفل بتاع C6، عبارة عن group of cartilage. اللي بين علينا هنا والmost important one هذا جزء من laryngeal inlet اللي هي يسمى epiglottis او لسان المزمار، اللي هو دير لعملية التحكم في حالة ان احنا خذينا swallowing للفود، يسكر epiglottis باش يمشي الفود within the laryngeopharynx وينزل بعدها على الاسوفيجس. لكن always and always هو لما ما نكونش احنا في عملية swallowing يكون patent باش يسمح للاير ان هو يخش على التريكيا. هذا كروس سكشن ثاني بين فيه اللارنكس، هذا هي ذا بارت من لارنكس which is called thyroid cartilage، ولا اللي هنسموه فيها ادمز ابلز اللي هي prominent in male. وبعدين عندي بارت ثاني لهذه الكريكويد كارتلج. الكريكويد كارتلج هذه هي اللي قاعده على الليفل بتاع سيرفايكال فيرتبرا رقم 6، وهذه تعتبر اللي هي النهايه اوف ذا نهاية الأبر ريسبيراتوري وهي نهاية اللارنكس. بعد كي يبدأ اللور ريسبيراتوري beginning with the تريكيا. التريكيا عبارة عن patent tube و always patent عليها لأنها هي fixed by tracheal rings. Started from the level of the lower border of cervical vertebra رقم 6 لعند level of the thoracic vertebra رقم 4 لعند T4. بعد كي يصير لها عملية bifurcations وتعطيني right و left main bronchus، right للright lung و left للleft lung. بعد هيك المين برونكس الرايت والليفت، بالنسبة للرايت سايد الرايت مين برونكس حتعطيني سكندري برونكس وعددهم 3 according to the number of loops. فأنا عندي 3 loops، فأنا عندي 3 secondaries وبعدها حتعطيني التيرشري، وهيك يكونوا كونا. وبعدها التيرشري حيعطوني small branches which is called bronchioles. هيك كونا البرونكيال تري الشجرة الداخلية. بالنسبة للليفت سايد المين برونكس حتعطيني 2 secondary according to the number of loop. عندنا 2 lung loop معناها عندي 2 secondary bronchi، وبعدين حيعطيني tertiary والbronchios. نفس السيستم في الجهتين. last part of the respiratory systems اللي هم 2 lungs. we have 2 lungs right lung and left lung. right lung والleft lung هذوما هم اللي يحتوي جوا منهم على bronchial tree والalveoli اللي هم المين part of the
respiratory system. تمام؟ في difference between the right and left. زي ما تشوفوا left lung tall and thin والright lung thick and wide. Thick and wide لأن تحت منها liver والأخرى thin and tall left side لأن هي heart deviated toward the left side. So إن في جزء من left lung مفقود وهو يعني معوض بالheart. لذلك right lung تحتوي على three loops. Three loops متكونة من ثلاث فصوص and has two fissures عندها فاصلين. بالنسبة للليفت لانج عندها two loops and one fissure. هذوما as a part of comparison. Both lung عندهم two surface. عندهم surface الاكسترنال اللي من برا هذا يسمى costal surface وعندهم surface اللي من جوا يسمى visceral surface ولا نسمه في mediastinal surface اللي هو related mainly to the heart. عندنا برضو hilum of the lung قاعد على medial surface الانتري والاكزيتس. هذا هو المكان اللي يخشوا للبزلس والblood supply of the lung. So we have air يخش عن طريق two bronchi وعندنا blood supply اللي جاي من الهارت سواء كان بولمونري ارتيز كارد ديوكسجينيتد بلاد ولا البولمونري فينس اللي هي طالعه وشايله معاها الاكسجينيتد بلاد. برضو عندنا شويه ليمف نودز وعندنا سمباثيتك بلاكسز وبارا سمباثيتك عشان النيرفيشنز بتاعها وعندنا برونكيال فيزلز اللي هم خصات بالبلاد سبلاي تو ذا لانك.